السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيراي. أدري أنكم اشتقتوا المقاطع النصائح والأخبار، لذا بكرة راح ينزلكم مقطع شرح التحديث الجديد، ويوم الخميس مقطع تحديات الأسبوعي للأسبوع الثامن، ويوم الجمعة أو السبت راح ينزل مقطع كيف تسوي التفافة 90 درجة بسرعة عالية. أما الحين راح أشرح لكم تحديات أو التحدي السابع والثامن من تحديات العاصفة الثلجية. لا تنسوا تقييم المقطع بلايك والاشتراك طبعا، وأخليكم مع الفيديو. التحدي السابع تحدي سهل اخيرا، يقول لك احدث ضرر بمجموع 2000 على كل انواع الزومبي ولكن في جيم واحد فقط. كاتب لك ايس ليجن، يعني جماعة الزومبي، يعني اي وحش جليدي، المهم دمجهم باي سلاح بمجموع 2000 بس في جيم واحد فقط، وقت راح تكون خلصت التحدي السابع. التحدي الثامن تحدي متوسط بس نقدر نقول انه سهل مقارنة بتحديات مبارح، ويقول لك دمر 10 احجار جليدية واحد في كل جيم، يعني بتحتاج 10 أيام وفي كل جيم تكسر حجر جليدي واحد. الأحجار الجليدية هي اللي يطلع منها الزومبي، تلاقيها في كل مكان في الماب، كسر واحد في كل جيم تلعبه لين ما تلعب 10 أيام وتكون كسرت 10 بالمجموع وتكون خلصت التحدي هذا كمان. وهذا مقطعنا اليوم، وإن شاء الله يكون عجبكم الشرح، وطلب بسيط أنكم تسووا فولو لحسابي في الإنستغرام، لأني دائما أسوي مسابقات وسحوبات هناك، غير اني اكون دائما متفاعل معكم على الحساب، رابط في الوصف او في الكومنت الاول، سووا فولو راح تنوروا الحساب. لا تنسوا زر اللايك، اشوفكم بكره ومع السلامه.